السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية نضالية عالية خالصة لجميع الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات في هذا البلد الآمن الأمين من طنجة إلى الجويرة. اللهم ارحم برحمتك الواسعة المرحوم الفقيد المدعو قيد حياته خليفة يحيو من وجد الأبية. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واجعل قبره روضة من رياض الجنة واسكنه فسيح جناتك، وابعثه اللهم مع الرسل والأنبياء وأولياء الله الصالحين، واجعله في المقام الأعلى من الفردوس. كان رجلا ونعم الرجال، وفيا مخلصا، رجلا تقيا نقيا. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، وأرحم جميع أموات المسلمين والمسلمات، وارحم جميع الضحايا والضحيات الذين ناضلوا إلى جنبنا والذين لم ينالوا حقهم المشروع في الترقي. اللهم ارحم الجميع في هذه الليلة المباركة، وأدخلهم فسيح جناتك، وارحم جميع أموات المسلمين في العالمين أجمعين. يعني نواصل الحديث حول المظلومية ديال ضحايا النظامين، يعني الذين يعني تم حل من فيهم وفقا المرسوم ديال جوز 19504. فكما قلت سابقا، فالأغلبية ديال هذوك الكسالة، دوك يعني أصحاب البركاسة اللي ما تغادروش يعني مقرات بيوتهم، مقرات سكناهم، إلا لإماما، ولا يغادرون بلاك 40 فعلا، تفوتوش بلاك 40، كاين اللي ما عمرو فات بلاك 40، ولم يساهم ولو بفلس واحد في هذه المظلومية. ومن بعد من يبدأ الحوار واستأنف الحوار ولا يعرف شيئا كيفاش بدأ الحوار، ولا هذا المسلسل المكسيكي منين بدأ، ولا مين، ولا فين الحلقة الأخرى ديالو اللي تلا فيها. يلا خرجوا وبدأوا تيعطوا يعني في يعني تيعطوا في في الكلام وفي التدوينات التي هي جوفاء فعلا. تدوينات لا تغني ولا تسمن، لا تغني ولا تسمن. فالمرحوم يحيو خليفة رحمة الله عليه، هذه المظلومية ستبقى، حل هذه المظلومية ديال شيوخ التربية والتعليم اللي توظفوا بالسابع وبالثامن ستبقى يعني حسنة جارية أو صدقة جارية لهذا المرحوم الفقيد المدعو قيد حياته خليفة يحيو من وجد الأبية. فعلا بنى هذه المظلومية معي جنبا إلى جنب، وكان يساعدني يعني ويتصل بي يوميا منذ شهر أكتوبر، شهر يعني مارس 2020، عندما كان مسكين يعني في فرنسا من أجل العلاج. وكان وفيا مخلصا، رجل ديال الكلمة، رجل ديال الكلمة. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة في هذا اليوم، في الليلة ديال ليلة القدر.
فعلا لن أنساه أبدا، لأن الرجال قلالوا، الرجال قلالوا، وقلنا كل ما يدفن رجل من هؤلاء الرجال تدفن معه واحد الكنز، واحد الخزانة، واحد يعني واحد ثروة كبيرة يعني من المعارف ومن التجارب ومن التراكمات ديال الخبرة الحياتية التي لن تتكرر أبدا، ولكن للأسف تدفن وتقبر مع هؤلاء الهامات، هؤلاء الرجال الشرفاء الذين فقدناهم. والحمد لله هذا الشيء علاش ما زال هناك يعني أساتذة أخيار، أساتذة أخيار رجال بمعنى الكلمة، وهم أساتذة ديالنا كاين اللي توظفوا في الستينات، في 61 و62، نكن لهم جميع الاحترام وتنحتارهم، وغادي نبقاو من أجل هادوك الرجال باش تناضل، تنبقى ناضل مول هادوك الشميت. أنا أعطي اليمامة تحت الصبطة النهار اللي غنخرج ليكم، يا الكفار بالله، يا الخوانة اللي خنتوا هاد الرجال اللي كان خصهم يترقاو، وكانت اللاوعي خارجة إلى 2011 وديتوهم، بعتوهم يعني بعتوهم، وزيتوا الملف وديتوه للشميت، تدوزتوها اللي بغيتوا تدوزوا، دوزتوا غير اللي بغيتوا تدوزوا، في الأخر تقولوا الجادة. الله يعطيكم ما تاكلوا، انتم تتعرفوا شي جدية، تعرفوا الجدية، وكرا نصفتوا الناس اللي عندهم معاشات يعني هشة، والسلاليم الدنيا هي الأولى اللي خاصها تنصف. تتعرفوا انتم الإنصاف، تتعرفوا الإنصاف، السلاليم الدنيا هي التي اللي خاصها تنصف، يا الشميت. ماشي تتبركوا تضربوا على الناس اللي عندهم يعني أوري الشيل، والناس اللي ترقى 5 مرات و6 مرات، والناس اللي استفدوا من خارج الاطار ومن الشواهد ومن سنوات الاعتباريه الماده 115 اللي تعطاتنا احنا وعطيتوها لهم، الله يعطيها لكم في الراس ان شاء الله. هذيك الماده 115 جات من اجلنا وعطيتوها لهم، الله يعطيها لكم في القنه ان شاء الله. كل شيء تتعرفوه، خص تقولوا انتم الجاده وتساندوا المظلومين والمغبونين، لا تساندوا المظلومين والمغبونين، خاصكم تساندوا الناس اللي عندهم معاشات هسه، الناس اللي عندهم بعد 40 سنة يلا تيشد 50,000، ومن تيتوفى تتبقى الزوجة ديالو الأرملة تشد 25,000، اش تشري بها حبل، تقج بها راسها، وواحد ما عمرو عرف المدرسة فين كاينة، وما عمرو شاف القراية أصلا، تيخدم 25 عام في لوسيبي وتيشد 5,000 درهم، حسن من المعلم اللي ضرب 40 سنة ديال التمار. وجدتم في الاخر تقولوا بانكم تقوموا على العدل وعلى الانصاف وعلى عدم التحيز، اليوم انت تحيزوا الناس اللي باقين عندكم فيهم الخدمة، المزاولين، اوريشتير راه 180,000 يعني انتخابات، اصوات انتخابية خارج يعني خارج الاطار والاداره التربويه والتخطيط، باقيين مزاولين تبحثون على الاصوات الانتخابيه، متقاعدين ما تهمكمش، ما يهموكمش نهائيا. والدليل على ذلك طافقتم على الحكومات المتعاقبه وبديتوا تزيدوا غير في التعويضات، التعويضات من اجل باش يعني تقصوا دائما المتقاعدين من اي زيادات اللي تتخرج بهذاك الحوار اللي تتسموه انتوما حوار اجتماعي، حوار اجتماعي وخوار اجتماعي، ولا الله اعلم كيفاش تسموه، حوار اجتماعي. تتخرج تزيدوا الموظفين وكل شيء، الناس تزيدوهم والمتقاعدين تزيدوهمش، بحال انهم ما عندهمش شي تكلفه معيشيه، ما عندهمش هما القفه ديال اليوميه والمعيشيه تيتقداو، هذيك الزيادات ما تتزادش على المتقاعدين، تتخلوهم في أسفل السافلين. من 1997 ما عمرها تراجعت يعني المعاشات ديال المتقاعدين، وفي آخر المطاف الناس اللي عندهم معاشات ضعيفة والناس اللي عندهم سلاليم دنيا السلم 9 و8 وما بدون ذلك همشتوهم ولغيتوهم وقصيتوهم وما حسبتوهمش بأنهم تهم من ضحايا النظامين،
رغم انكم كنتو نتوما تعرفوا العدل، تعرفوا نتوما صادقين مع انفسكم، كره ميني بغيتوا تنصفوا تنصفوا الناس اللي هما متضررين بزاف. اما هذاك اللي دوزتو في 2012 راه هو اللي شرق الترقيه في 2003 وفي 2004، هو راه ما داز السلم التاسع تل 2009 تل 99 عفوا تل 99، وكاين اللي سابقو ديز السلم تسعود في 97 وجا هو من وراه، واللي ان عنده الاقدميه العامه خدا ليه سرق منه الحق ديالو في الترقي في الوقت نتوما اللي بديتو بقيتو تديروا الحصيص السنوي عليهم تديرهم، رغم ان كان ترقيه استثنائيه يا الشميت وعارفين داك الشيء مزيان. وهذاك اللي سرق الترقيه وداز في 2006 ولا في 2005، في 2012 بعد 6 سنوات ثاني عطيتو 11، ثم في غتنعسوا وهنا حفره غادي تهزكم، هنا حفره تهزكم، وإن غدا لناظره إلى قريب. ولكن تساعدوكم دوك الشميد دوك الكسالة دوك الكعليمين التي يلهتون وراء المال، تيلهتو وراء المال. كاين اللي جا الرابيل ما عارفو من جهه، الله يجيبها ليه في القنة إن شاء الله. والناس اللي كانوا تيناضلو وتيناضلو يوميا وتيناضلو بداك مشاو مساكن في الباي باي. والناس اللي كانوا